متطوعين استري استعد يا يسار حر السيد ممثل السيد رئيس الجمهورية هذه الثورة نائب رئيس الجمهورية المحترم بإلقاء كلمته. وعدم تنازلهم عن مبادئهم وقيمهم، مبادئ الحق والعدل ومقاومة الظلم والعدوان بكل ما أوتوا من قوة وبأس شديد. وها هي ثمار هذه الوقفة الجهادية. فضيلة علماء المسلمين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله.